السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج منبر الرافدين. عنوان حلقتنا لهذا الأسبوع: حملة إزالة التجاوزات في العراق بلا بدائل حكومية. حيث تشن الحكومة في بغداد بين الحين والآخر حملة لإزالة التجاوزات في بعض المحافظات العراقية من منازل متجاوزة أو محلات أو غيرها من بنايات شيدها أصحابها، غير أن هذه الحملات لا تهدف سوى لإزالة التجاوزات دون توفير بديل للمواطن إن كان في منزل يحتضنه وعائلته أو في محل يسترزق منه ليعتاش. هذه الحملات لم تطل أصحاب المناصب والنفوذ في حكومات ما بعد الاحتلال، رغم أنهم تجاوزوا على الأراضي والأملاك العامة والخاصة دون وجه حق وبلا سند قانوني. هذا الأمر يجعلنا نتساءل عن الأسباب التي تقود حكومة بغداد لغض النظر عن المسؤولين وأصحاب المناصب والأحزاب المتجاوزين في الوقت الذي تصوب فيها جرافاتها لتهدم بيوت الناس الفقراء البسطاء وتشردهم في الشوارع دون توفير بديل. مشاهدينا الكرام، بإمكانكم أن تتواصلوا معنا من خلال أرقامنا التي ستظهر أسفل الشاشة أمام حضراتكم بعد قليل، أو من خلال خدمة الواتساب التي تقدمها قناة الرافدين والتي تتيح لكم أن ترسلوا لنا رسائلكم النصية سنقرأها إن شاء الله تباعا في هذه الحلقة. نذهب إلى فاصل قصير ومن بعده نعود، ابقوا معنا. الحرية لم تتحقق بسهولة وبساطة، هذه الحرية التي تعيشونها. قوم اتحرك، يوم النعاجة بركت. هذه الحرية التي تتابعون أكبر مسؤول في الدولة، رئيس جمهورية ورئيس وزراء وغيره، وتحاسبوا على راتبه، كم يستلم من الراتب، ونقلل هذا الراتب ونضيف هذا الجانب. أنا شخصيا مطشر السامرائي وعارض إلغاء رواتب التقاعد مال البرلمان. تعرف ليش؟ لأن أنا إذا ألغى الراتب التقاعد مالي ومرتي وجهالي داحوا مثل ما هس الشعب العراقي البائس. هذه فرصة تاريخية للعراقيين جميعا أن يعطوا من إبداعهم في بناء هذه الدولة. أمامكم فرصة عظيمة، لا دولة مثلكم في المنطقة، لا دولة مثلكم أيها العراقيين. في المنطقة لا دولة مثلكم أيها العراقيون. نبدأ بما انتهى به همام حمودي نائب رئيس البرلمان السابق بقوله لا دولة مثلكم، ودعونا نشاهد مع حضراتكم العراق الجديد الذي يتحدث عنه همام حمودي وغيره من المسؤولين. هذا هو شكل العراق في محافظة كربلاء، يهجر الناس ويعتدى عليهم بالضرب من قوة مكافحة الشغب ويعتقل منهم البعض. دعونا نشاهد ما الذي يحدث في كربلاء، لكم الصور. هاي يضربون بالمرة، شوفوا هاي يضربون بالمرة. هاي القوات الأمنية جاي تأكل بالمتظاهرين. أهلا بكم، نبقى في كربلاء وبعد هذا الحادث الذي حصل دعونا نستمع إلى امرأة عراقية من محافظة كربلاء من سكنة المحافظة، وكيف تبكي بعد أن شردت هي والأيتام الذين
يعيشون معها والذين ترعاهم، فلنشاهد. والله انتم دواعي، والله انتم دواعي، اشوف مجلس محافظه مشروع، والله خبرك مجلس محافظه اشوف. مجلس محافظه كربلاء هذا، هو هذا المجلس محافظه، هذا الشفر بلديه رقم، هو بلديه الشفر. هاي العالم يدورون فيهم بالقوة، طلعون فيهم لبيوتهم، وهاي المرأة يتيمة وعلى الشهداء، وهاي البيوت فلشوها عليهم. هاي حكومة كربلاء المقدسة، حكومة الشيعة، شلون كلش العالم، هاي الدولة، هاي عوائلهم في الشارع، هاي الشفلات، هاي الدوريات احتقلت 12 واحد من عندهم. لا دولة مثلكم. لفوا في العالم، اذهبوا إلى الدول المحيطة، الدول الإقليمية، إن شاهدتم هذه الصور سنخسر الرهان. لكن لا دولة مثلكم أيها العراقيون بهذه المناظر التي شاهدتموها، وبهذا الخراب، وبهذه المحاولات لتشريد الناس دون توفير بديل. ما الذي وفرته حكومات ما بعد الاحتلال للناس كي تخرجهم من هذه المنازل المتجاوزة؟ لا يقبل أحد في العراق أو في أي مكان في العالم أن يكون هناك تجاوزات على المال العام، على مال الناس، على أراضي الناس وممتلكاتهم، لكن دون توفير بديل هي سياسة خاطئة متبعة من حكومات ما بعد الاحتلال، عادل عبد المهدي أو غيره ممن حكموا العراق، دائما يقومون بهذه الحملات تحت مسمى إزالة التجاوزات ورفعها، ووضع شعارات معينة توهم من يتابع أنهم يسعون دائما إلى تعمير هذا البلد وإلى النهوض به، لكن الواقع كما شاهدتم هذا هو الواقع. يطردون الناس بعد هدم البيوت التي بنوها، نعم هي تجاوز، لكن ما هو البديل لهم؟ في بلد نسبة الفقر فيه مرتفعة للغاية والبطالة مرتفعة للغاية، أين يذهبون وكيف يسكنون في بلد حكومته لم توفر لهم أدنى مقومات الحياة وهي تملك مليارات الدولارات؟ نستمر بعرض هذه المقاطع لحضراتكم بخصوص قضية إزالة التجاوزات وكيف تتعامل الحكومة مع الناس. ننتقل من محافظة كربلاء إلى محافظة البصرة، وكيف يتم إزالة منازل الناس بحجة أنها متجاوزة. عندما تصل الجرافة إلى مقر منظمة بدر تتوقف عن العمل، فنشاهد. بسم الله الرحمن الرحيم. صورتكم تجاوز شارع قازينة لبنان. بس أوجه رسالة السيد محافظ البصرة أسعد العيداني، أقول له هاي التجاوزات طبقت القانون، أنا وياك نقول لك طبق القانون وبلش المتجاوزين، بس يكون تطبيق القانون على الجميع مو على فرد وفرد. أنت بلشت بشارع قازينة لبنان، وهذا أنا قاعد أصور لك شارع قازينة لبنان وبلشته. كل هاي سايدين أنت بلشين جزاك الله خير، بس من وصلت المكان أنت ما بلشت، شنو الأسباب؟ ما يطبق عليهم القانون، لو أعلى من القانون. وهسه أنا راح أصور لك إياه. أستاذ أسعد العيداني ولجنة التجاوزات، شاهد المكان اللي وصلت له لجنة التجاوزات وما تفلش، شنو الأسباب ما تفلشت؟ هاي البناية العالية وهي بناية منظمة بدر، ما مشمولة بالتجاوز، حالة حالة المتجاوزين، هاي حالة حالة المتجاوزين، وهاي منظمة بدر هم متجاوزة على الرصيف وهم ماخذة تجاوز محفل أشغائي منظمة بدر. أهلا بكم. كما استمعتم إلى صاحب المقطع وكيف يتحدث أن هذا المقر لميليشيا بدر هو من ضمن الأماكن المتجاوزة ويقع في نفس القاطع، لكن لم تستطع الجرافات أن تقوم بهدمه لأنه تابع لهادي العامري ميليشيا بدر. نستمع إلى أبو فيصل من السعودية، تفضل. مساء الخير أستاذ محمد. مساء النور. كيف حالك؟ حياك الله.
هي لك وتحية القناة وكادر القناة. بالنسبة لهذه الحكومة هي ليست حكومة سادة محمد، هي حكومة عصابات تابعة. مثل هذا التافه اللي يتكلم يقول لك عن تريليون إيران في قرار يسكتون كذاب دجال يفتري على العراق. لو في حكومة كانت حاسب هذا اللي يفتري يقول لك في قرار من الأمم المتحدة لإيران تعويض، وإيران هي اللي بادئة الحرب على العراق، هذه الدولة جارة السوء. فالثانية حمود يقول لا دولة مثلكم، لا هذا المنافق، لا دولة مثلكم دولة مجرمة تستبيح أموال العراق وتهرم لإيران النظام الخميني. فهي حكومة لا. هي حكومة زبالات إيران، لا يوجد عراق ولا يوجد وطن واحد. بس إن شاء الله إن شاء الله عن قريب نشوفهم يصحلون عن بالشوارع، ونطالب من دولنا العربية بيسحب سفراءنا من الدول العربية من هذا النظام. نحن والعراق شعب واحد، ويعتز السفراء مع أبو العدس ولا الثاني كلنا نابينا إيران المجرمة بعد جرائم إيران بالوطن العربي واحتلال العراق واحتلال سوريا واليمن، وسوف تنهزم أشر نهزم الشر قريب الفرق. وتحية لك. شكرا لك أبو فيصل، كنت معنا من السعودية. نتابع مع حضراتكم الآن حديث ناس. رجل من بغداد يلقي بنفسه أمام آليات أمانة بغداد طبعا لمنعها من تهديم منزله، ويؤكد أنه يمتلك طابو بقطعة الأرض التي بنى عليها المنزل، فنشاهد. ترى هل تساءلت الحكومة أو المسؤول الذي يقوم بإعطاء الأوامر لهدم منازل الناس ما مصير هؤلاء الناس؟ أين سيذهبون؟ أين سينامون؟ كيف سيقيهم بيت من برد وحر في الصيف والشتاء؟ أي بيت سيقيهم في ظل فقرهم واحتياجهم وغياب دور الحكومة عن تأمين مسكن لهم؟ ترى هل تساءل المسؤول في العراق عن حال هؤلاء الناس؟ أبو مريم من البصرة تفضل، حياك الله. حياك الله، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شلونك أستاذ محمد؟ أهلا وسهلا، حياك الله أبو مريم، تفضل. حبيبي الغالي، هذا الموضوع ولو أنا حاليا مو يم التلفزيون. نعم. هذا الموضوع مثل خواته، يعني نقدر نقول كل شيء عادي عندنا. وإلا أن توفر البديل، ابني شقق سكنية، مشاريع سكنية، ومحد يقول لك لا. أما أنا أجي إلا إنسان معدوم الضمير، يعني الزبغة راضة بالشارع وتقول له أنت متجاوز، نعم متجاوز، مواطن وفر له البديل. بس أنا حقيقة بطع الموضوع إذا تسمح لي. تفضل. بالنسبة للأحداث الأخيرة أقول الحمد لله انقلب السحر على الساحر. يعني إحنا من ضحينا وصرنا دروع بشرية تجاه العدو الفارسي 8 سنوات. أبو مريم، أبو مريم، نعم أبو مريم، حضرتك توجه كلامك إلى دولة عربية. نكرر النقطة اللي دائما ننوه لها ونوجه حديثنا للمشاهدين بخصوصها، ما الذي تعرض له العراقيون من أذى خلال فترة الاحتلال، بعد فترة الاحتلال وحتى هذه اللحظة من الدول العربية؟ أي أذى تعرضنا له ونحن نرى الإيراني يدخل المخدرات، ونرى الإيراني يتحكم بمصير الناس، ونرى إيران تتحكم بأدواتها في العراق وتسلط ميليشياتها على رقاب الناس؟ قارن لي يعني، بس اسمح لي حتى لا ندخل بهذا الباب وهو خارج الموضوع. نحن باختصار شديد حتى بس نرجع لقضية المنازل المهدمة والتجاوزات، خليك يا أبو مريم. أبو مريم باختصار شديد، الأذى الذي يتعرض له المواطن العراقي الآن، هل تتفق أم تختلف أن إيران لها النسبة العظمى من ما يحدث للعراقيين من أذى؟ هل تتفق أم تختلف؟ والله أنا إذا أكون نسبة 1,000,000%
يعني ممكن يقولها عاقل فهو مليون بالمئة مو 100%. إذا حضرتك جاوبت بنفسك على سؤالك أو على الفكرة اللي كنت حابب تطرحها بغض النظر ما حدث سابقا، لكن الآن في الوقت الحالي ما يتعرض له المواطن العراقي مثل ما تفضلت هو 100% كما قلت أذى قادم من إيران، لم تتدخل دول عربية ولم ترسل لنا ميليشيات وما إلى ذلك، فخلينا برا هذا الموضوع. النقطة اللي أحب أتكلم مع حضرتك بها، يقول النائب عن محافظة كربلاء رياض المسعودي أن المحافظة تضم 86 حي متجاوز منذ عام 2003 في محافظة كربلاء. طيب الحكومة بهاي الفترة اللي 16 سنة مرت ليش ما بنت للناس منازل عمارات مجمعات سكنية حتى تأوي الناس وبنفس الوقت تزيل التجاوزات فيما بعد؟ لماذا تقوم فقط بعملية إزالة التجاوزات؟ أنا وياك متفقين بالرأي، يعني أقول لك وفر البديل وبلغ، وفر البديل لباع المتجولين، سوي له سوق نظامي كذا وقل له روح إذا ما راح ليش ساعة، وفر له راتب رعاية اجتماعية وقل له بطل، هاي كلها معقولة مو؟ نعم. أما أنا أذي أجي بالشفل أذي ببسطيته وفلوه وبيوته وكذا ولا هاي الشغلات، يعني ما يسألون نفسهم الناس دول شنو مصيرهم لما يقعدون بالشوارع؟ عوائل هسه مرية من كربلاء شردت عائلة كاملة هي اللي ترعاهم وهي اللي تصرف عليهم أيتام، شردوا بالشوارع، ما يسألون نفسهم المسؤولين اللي أمروا بهدم هاي المنازل دول شنو مصيرهم؟ أخي لا والله أنا حقيقة اللي معجبني أكثر من هذا ذولا شنو، يعني أنا جاي تابع كل الحكومات وكل الفضائيات ما شفت حكومة تطلع ميز مال طعام إلا ذولا، يقول اطلبوا الخير من بطون شبعت ثم جاعت ولا تطلع، هذول جواع لا ترجى منهم شيء. نعم. هم جواع لا توغ، ما نقول غير شيء، هم جواع يعني ما يهمهم ضميرهم ومعدومين الضمير، اجونا بثيقة حدم الله شرف وقعوا عليها وإجوا. لا أكثر ولا أقل، لا هم رجال ولا هم أشبه رجال، يعني فتشي ما نقدر نوصفه. لكن عندما يقولون نحن دولة قانون، يعني خلينا نأخذ جدلا كلامهم وتصريحاتهم أنه إحنا العراقيين يعيشون في دولة قانون، عرضنا قبل قليل مقطع في محافظة البصرة إزالة التجاوزات، وطبعا شارع كازينو لبنان إزالة التجاوزات في شارع كازينو لبنان، لما وصلت الجرافات إلى مبنى ميليشيا بدر توقفت عن العمل وانسحبت، يعني أصحاب النفوذ وأصحاب الميليشيات والأحزاب هم خطوط حمراء حتى وإن كانوا متجاوزين. نعم هسه من تجي مثل يطرقون بالإعلام أنه من أراضي زراعية وأصبحت سكنية وتجاوزوا، نعم. وين جنتوا هالمدة كلها؟ يعني المناطق الزراعية كلها انتهت والنخل كلها طاح، حتى توقف الزيت انت أفندي؟ توقف الزيت انه ما بقى بالعراق 50 نخلة؟ وين كانت هالمدة هذه؟ هي اذا شغلة ترتبط بالفساد وتغطية لا اكثر ولا اقل، انا برأيي يعني تتوقع يا ابو مريم تتوقع انه يقف خلف قضية ازالة التجاوزات مشاريع معينة ربما مخططات فساد؟ أو لا تغطية على الفساد مثل ما سرقوا راتب المتقاعدين، نعم. راتب شهر يغطي صفحة كبيرة كم مليار هذا؟ هاي نعم. تسجلها يمك أو هذه خواتها مثل هسه عندك هاي الفقرة مال 140، نعم. قالوا للناس راجعوا هم بها تغطية يمطولهم 5-6 والباقي يقولون انطيناهم، ومن هالشغلات هاي نبع عمرنا لا أكثر ولا أقل. شكرا أنا أبو, يعني أبو مريم، نعم وضحت الفكرة، أشكرك للمشاركة. معنا السيدة أم زمزم من بغداد، تفضلي. تحياتنا لحضرتك أستاذ محمد وتحياتنا لكادر القناة وتحياتنا للمشاهدين. أهلا وسهلا أم زمزم، حياك الله. أستاذ محمد، قبل كم شهر السيد رئيس الوزراء أصدر قرار على أساس توزيع أراضي للفقراء، نعم. وأكدها وزير الإسكان والإعمار. زين هسه في ذروة الأزمة اللي في كربلاء المقدسة وفي البصرة بيزيلون التجاوزات، لكن السيد رئيس الوزراء ما نفذ القرار وما موجود في العراق. السيد رئيس الوزراء سافر إلى الصين بصحبة 56 مسؤول من الوفد المرافق، نعم. له، ووياهم أغلبهم تجار.
زين انت هسه وقتها يعني يا سيد رئيس الوزراء غير تنفذ القرار اللي قررته، زين رايح للصين شو تسوي؟ والتحليل السياسي نقدر نقول تحليلنا المتواضع، طيب. هو رايح للصين يحصل فيتو على القرار، احتمال مجلس الامن يصدر قرار ضد ايران، يعني قرار دولي بحصار ايران يعني يصدر من مجلس الامن، وتدري حضرتك انه الصين هي من الدول الخمس الكائنات العضويه، فإلها حق أن تصدر الفيتو، فرايح ماخذ له تجار ودا يقولهم للصينيين للحكومة الصينية يابا مستعد أن يخلي العراق سوق للبضائع الصينية حتى الغير جيدة، حتى الغير جيدة والسيئة، بس إذا صدر قرار مجلس الأمن ضد إيران أن الصين تسوي فيتو على هذا القرار، هاي من ناحية، من ناحية أخرى رايح دا يجيب لنا طائرات دراون، هاي الطائرات بس تصنعها الصين أستاذ. طيب وين المشاريع، وين الوعود العدل اللي يعطاها للمواطن بتوزيع قطاع الاراضي ويعني للفقراء كما قلتي، وين هاي القطع، لماذا لم توزع؟ استاذ احنا واقعين تحت الهيمنه الايرانيه، احنا بس هي حكومه شكليه تصدر القرارات دون تطبيق وتنفذ ما يطلب منه، لان هسه بهالايام قاسم سليماني جاي للعراق وده يطلب منهم هذا الطلب، هم مجموعه لانه خاصه هو سيد رئيس الوزراء، ايران وقاسم سليماني لهم فضل عليه لان هم خلوه رئيس وزراء، فده ينفذ شو يريدون من عنده. استاذ اكو قرار اخر، هو سيد مقتدى الصدر البارحه من زار كربلاء على اساس قال فتحوا البيوت او مقرات الحشود، مقرات الحشود فتحوها للمواطنين المتجاوزين من يشيلون، وهذا حل؟ وهل هذا حل؟ استاذ لا، وحل خطر جدا، خطر جدا، يعني هذا المواطن الفقير من يروح يقعد بالمقرات مع الحشد والحشد يطلع، ليش هسه مو يصير قصف على مقرات الحشد؟ يعني المواطن شنو ذنبه ينقتل على يعني السيد مقتدى الصدر مثل ما تفضلتي كلام سليم جدا، السيد مقتدى الصدر من يقول هذا الكلام ويدعو هاي الدعوه، طيب ما هو عنده مسؤولين بالدوله وعنده وزراء، ليش ما حثهم وشجعهم انه يطرحون ملف اعمار العراق، بناء وحدات سكنيه للناس؟ يعني راح حل ترقيعي، يسوي حل ترقيعي يقعد الناس بمقرات الحشد، مقرات الميليشيات اللي كما تفضلتي متعرضه للقصف باي لحظه؟ استاذ احنا تحت الهيمنه الايرانيه، ليش ذاك اليوم مو طلع هو الصدر رايح يم قاسم سليماني ويم خامنئي؟ احنا طيب. هاي حكومه شكليه معينه من قبل ايران. اشكرك ام زمزم، كنت معنا من بغداد، وضحت الفكره. نقرا بعض الرسائل التي وردت على الواتساب. يقول أحد المشاركين: أخي وين المرجعية؟ ما قاعد تسمع عنين الأمهات واعتقال الناس الأبرياء في كل مكان؟ أخي هو اللي يسكن في العشوائيات غير معدوم وفقير؟ أي دين يا كربلاء الحسين؟ أي ظلم وتشريد للعوائل والأطفال؟ إيش تنتظر يا شاب؟ هب واسحلهم. في رسالة أخرى يقول عبد الخالق الناصر: السلام عليكم، بدر ليس فيه وطني، بدر ليس فيه وطني. الكلام، الرسالة غير واضحة ومصاغة بشكل يعني صعب القراءة. شكرا عموما للمشاركة سيد عبد الخالق. أسماء من ديالة، تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تحياتي لك ولكل قادر القناة. طبعا استاذ موضوع كلش يعني مأساة صراحة، يعني كلش يعني الباحة أتابع البرنامج ساعة 10 واعتبر نامت، طبعا كلش يعني فهمنا على هالوضعية، يعني المسؤولين استاذ محمد، المسؤولين اللي قاعدين بالبيوت الفاخرة والفطور يعني ما يسألون نفسهم هاي المرة اللي هيجي يعني هدموا بيتها، هم ما يسألون نفسهم وين قاعدين وهاي المرة وين قاعدة، يعني شوية شوية الضمير شوية الإحساس، وين الدين؟ الدين يقبل الظلم؟ يعني ما يصير استاذ محمد، ما يصير هيك شيء. قبل فتره اتذكر من استاذ محمد من اتصال كبير، قلت احد المسؤولين محافظه ديالي احد اقاربي عنده بيوت كلش فاخره، اتذكر استاذ محمد، هاي البيوت كلها منين؟ ومن فلوس الشعب، مو من فلوسنا احنا من اهالي دياله، احنا هسه نازلين قاعدين بالايجارات غاليه بسليمانيه بمحافظات، هذا المسؤول اللي يبني خمس بيوت فاخره على يعني على راتب يقدر يبني؟ لا والله كله يعني سيدة اسماء، هل العراق ناقص
نازحين؟ هل يحتاج العراق الآن إلى مزيد من النازحين ومزيد من المهجرين؟ والله أستاذ والله ما أتصور أكو أكثر من هالعدد. أستاذ محمد إحنا هسا مو نازحين، أكو هواي لنا نازحين. يعني شو يعني المسؤولين شو يريدون أكثر من هذا اللي إحنا هسا يعني عددنا هواي أستاذ محمد، عددنا كلش هواي. يعني شو يريد بعض المسؤولين؟ شو يريدون من عدنا بعد أكثر من هذا؟ يعني حياتنا كلها تحطمت. نعم. يعني كل شيء راح، كل شيء ما شفنا بالنا. نعم. بالعراق. غير المأساة. انا اشكرك. شكرا اسماء. طبعا كما تفضلت السيده اسماء من ديالى، العراق لا يحتاج الى مزيد من النازحين والمهجرين، اعدادهم ضخمه ويعانون في المخيمات ويعانون في العراء، ولا يوجد دعم حكومي لهم ولا توجد مساعدات، حتى المنظمات الدوليه تقدم نادرا مساعدات للنازحين لاغاثتهم في بعض المخيمات. في بعض المخيمات هناك مخيمات لا يستطيع أحد الوصول إليها، محتجزة من قبل الميليشيات ومن قبل قوات حكومية تتبع بولائها لأحزاب مسيطرة على هؤلاء الناس كأنهم في سجون. غيرها من المنظمات، غيرها من المخيمات الكثيرة التي تعاني من أدنى، من غياب أدنى مقومات الحياة ومتطلبات العيش الأساسية. العراق الآن كما يقول كثيرون ليس بحاجة، بل هو بحاجة إلى حل ملف النازحين والمهجرين قبل رفع عددهم أو رفدهم بمزيد من هؤلاء في ظل هذه الحملات الخاطئة التي تقوم بها وتتبعها حكومات ما بعد الاحتلال. هذه إزالة التجاوزات، هذه الحملات بلا مبرر بلا أسباب منذ عام 2003 يقول أحد المسؤولين، وحتى هذه اللحظة أين كنتم؟ لماذا لم تقوموا بإعمار البلد؟ بعد ذلك حاسبوا من يتجاوز، وبالطبع إن كان هناك بديل سيخرج المواطن بلا أي مشاكل وبلا أي تذمر، لكن أنتم لم تقوموا ببناء أي وحدة سكنية للناس. انظروا إلى الشوارع في العراق، انظروا إلى المنازل، انظروا إلى الناس الآن في العراق تقوم باستغلال منازلها إن كانت بمساحة واسعة، تقوم بتقسيمه من أجل العيش فيه قدر المستطاع بسبب غلاء المعيشة وغلاء العقار وصعوبة الحصول على وظائف في هذا البلد الغني. هذا هو الواقع المؤلم الذي يعيش فيه المواطن العراقي. نود مع حضراتكم أن نتابع ونستمع لآراء مجموعة من المواطنين المهددين بالترحيل وتهديم منازلهم في محافظة القادسية، فنشاهد. المحافظ يريد شيء، إن محافظ الديوانية هو مدير البلدية، وأنا عندي تام ورجلي موظف وعدة 45 نقطة بالبلدية، العدة 45 نقطة بالبلدية و50 سنة بالدولة، هذا ما يعطونا عرصة؟ ليش ما يعطونا عرصة؟ ليش ما يعطونا قطعة أرض نعيش بها أنا وجهالي ذولا الأيتام؟ لا عندي راتب أجر ولا عندهم، مقفين على مود السلفة، هاي عبن إلهم مقفين على مود السلفة، اعطينا فلوس السلفة نمشي راتبك، ما تعطينا فلوس السلفة ما نمشي راتبك. الخادم الدولة 50 سنة وعده 45 نقطة بالبلدية، ما يعطونا وصلت قاع يقعد بيها؟ زين أنا وين أروح إذا شايلوني؟ وين أمشي؟ أريد أقالة المحافظ مدير البلدية الفاسد. يقبلون عوائلهم وتنام بالشارع بس هاي بس. استاذ انا طالب رئيس الوزراء، تيشون عوائلهم تقبل تنام بالشارع بس وحده من عندهم، انا اريدها وحده من عندهم. عوائلهم تقبل ينامون بالشارع، احنا وين ننام؟ ننام بالشارع استاذ؟ احنا ننام هسه بالشارع؟ لا طلعونا، وين نروح؟ ما عندنا امكانيه، احنا ناس فقره، احنا ناس فقره، وين نروح؟ وين نروح؟ والله طقنا نفسنا، ملينا والله استاذ، ملينا الله شاهد ملينا. وهسه عولنا تبكي ليش؟ الله شاهد ما عدوا حق عيوني الحسين، ببيناتنا العباس ما عدنا، ببيناتنا الحسين وبيناتنا مصيبة ابو عبد الله ما عدنا استاذ، ببيناتنا الحسين ما عدنا، كل واحد هنا انا بعاني. بالنسبة لي ذابني 6 ملايين، انا اكثر واحد انا ذابني 6 ملايين، ذاك بيتي 6 ملايين والله العظيم. احنا رواتب عندنا 190 الف، شاهد الله وروح يسال التقاعد، وقطعة ما مستلم، لا مستلم قطعة ولا واحد مطينا قطعة ولا باسمه قطعة، يدور الأراضي كلها والإسكان العسكري يدوره، ما عندنا كل شيء، عدة ثمان نفرات مرة مقرمة وأنا رجال عمى وقاعدين هنا مسج اثنين، وما عندنا غير طفل عمره 12 سنة توه صار له أقل الشهر قام يطلع إلى قط قباطي معايشنا، خبزة خبزنا ريعتنا، ما عندنا كل شيء. الله وكيلك، هي خادمتنا وعدة ثمان نفرات وشارة ماكو. هو نطالب السيد رئيس الوزراء يتنوع لنا بعين الرحمه
ونطالب السيستاني والمسؤولين السادة المؤمنين هم نطالبهم، ولا هاي ما يقدروا لها كله يرحمونا، يجيبوا لهم شفر يحفرونا ويدفنونا ببيوتنا، لأن لا عندنا معين ولا عندنا. كما استمعتم إلى هذه المأساة والمعاناة التي يعيشها العراقيون في جنوب العراق، المحافظات الجنوبية مستهدفة من هذه الميليشيات ومستهدفة من هذه الأحزاب ومستهدفة من المسؤولين الذين يقومون بإلقاء غضبهم أحياناً أو فسادهم أو سموها ما شئتم، مصالحهم الخاصة باستغلال المواطن الفقير البسيط. المحافظات الجنوبية تعاني من انعدام الخدمات ومن محاولات تهجير مستمرة للناس بالتجاوزات تحت مسمى التجاوزات أو بحجة التجاوزات وتشريد الناس في الشوارع. استمعتم إلى هذا الحديث، كلام مؤلم للغاية. أين سيذهبون؟ ما مصير هؤلاء الناس عندما يهجرون من منازلهم ويجلسون في الشوارع؟ ما مصيرهم؟ كيف سيعيشون وهم بلا راتب، رواتبهم إن وجدت هي قليلة، وكثير من الأطفال وكثير من النساء؟ أين سيعيشون؟ ما هي بدائلهم؟ هل ترضى هذه الحكومة وليرضى بعض رجال الدين الذين يتشدقون بأنهم يمثلون أهل الجنوب، هل يرضون بأن أهل الجنوب يظلون بهذه الطريقة في الشوارع مهجرين وهناك حملات للاعتداء عليهم؟ قوات مكافحة الشغب تأتي مصاحبة للجرافات التي تقوم بإزالة منازلهم، كأنها بالضبط صورة طبق الأصل لعمليات التجريف التي يتعرض لها الفلسطينيون من قبل الصهاينة. أبو حسن من بغداد، تفضل. السلام عليكم أخي محمد. حياك الله. الله يبارك لي أخي. أنا جيت سابقا قبل سنوات قلت لهم دمروا الغربية وسرح يدمروكم يا شيعة العراق، بس ما حد صدق. يعني هم شبنوا للعراق الناس اللي ما عندهم سكن، هم جايين يهينون العراق كله، هم ما يعرفون شيعة ولا سنة ولا كراد ولا مسيح ولا تركمان، أي أقلية ما يعرفون. هذول جايين لإذلال العراقيين وتدميرهم، تدمير كرامتهم. بس يعني ما بدعون الأمور وين تصير. يعني هذا هم محمود دا يقول لا دولة مثلكم، طبعا لا دولة مثلنا، لأن هم كانوا يعني مكانات، يعني شلون تقول لك، حشم نقول بوجه حشاك يعني حشم سامعين، مثل الغنم ومذبوبة بالمراعي بالسهول وبالوديان. جو هنا للعراق هات والفلوس شلون يعوفوها ويكذبون على الناس، يعني حسب في سبيل يعني يصدقون الكذبة. يا شيعة العراق يا عشتوا عمر طويل ويانا ومتخاوين، ليش خلي يضحكون عليكم هذول العمايم ويدعون نفسهم بينهم سياسيين؟ اصحوا يعني البصرة مدمرة، السرطانات، الفلوجة سرطانات، الغربية كلها سرطانات. يعني هاي المستر بها سرطان، ضربوها بالفسفور. لا. البصرة ضربوها بالفسفور الأمريكان، وديتها عجبوكم معمعة جديدة على مود سر المعركة داخل العراق. انتبهوا يا شيعة العراق، مو انتوا عايشين مئات السنين ويانا واخوة، ليش خلينا نضحكون عليكم بهذول العمايم؟ يعني شفت الامراه العراقيه الكريمه لما ضربت ايران تنضرب بوكس بعيونها؟ يعني حسوا على نفسكم يا عراقيين، ترى ما حد ينفعنا لا الامريكان ولا اي دوله، ما ينفعنا غير بس يعني ايدنا ايد بايد. انتبهوا يا عراقيين يا اخوان، انتبهوا ترى الطامه كبرى صايره. يعني اكو ناس اشوف، ولو يعني اتكلم محمد اعذرني، يعني اشوف القطاع الصحي. القطاع الصحي يعني رديء الى ابعد مدى. والله يا اخي محمد اقسم بالله وملائكته وكتبه ورسله، بيموتون اطفال يا اما من دواء غالي ما عندهم ويا اما تشخيص غلط. والله يا اخي محمد وانا شفته بعيني، ويشهد رب علي العظيم هذا الجبار. يعني الناس تموت، فانت لازم الشعب العراقي. سيد ابو حسن، بالوقت يعني اللي دا نشوف الناس دا تتهجر من بيوتها وتحت مسمى إزالة التجاوزات وبلا توفير بديل، يقول المفتش العام لوزارة الداخلية جمال الأسدي أن آلاف العقارات التابعة للدولة متجاوز عليها من متنفذين. يعني الدولة، بما أن مفتش وزارة الداخلية يعترف بهذا الكلام، يعني الدولة تعلم أن هناك مسؤولين متجاوزين. هذا طبعا إن كنا يعني نخمن مثلا أو نضع التقدير، أنها قد لا تعلم منهم، لكن بهذا التصريح هي أكيد تعلم. لماذا لم تتحرك ضدهم؟ لماذا لا تخرجهم من القصور الرئاسية ومن الفلل ومن
المنازل التي سيطروا عليها تحت مسمى المقاومين أو المناضلين اللي سيطروا وأخذوا هذه المنازل. الآن هناك مسؤولين في العراق من عام 2003 ربما تركوا السلطة لكنهم لا يزالوا حتى هذه اللحظة في قصور رئاسية مسيطرين على المال العام وعلى أملاك الدولة. لماذا لا تتحرك الحكومة ضدهم؟ أخي محمد الحكومة كل يا حكومة ما عندنا حكومة العصابة تعلم بكل شيء ماكو شيء مخفي يعني وهذا صاحبك وهذا صاحبك وهذا صاحبي وهذا صاحبه يعني هم واحدهم يعرف الله يعني تعرفت الأراضي يأخذوها بأوراق مزورة يبيعوها للناس يهجرون الديالة يهجرون الحويجة يهجرون مناطق يعني يا أخي والله العظيم يا عراقيين حسوا والله العظيم ترى تدمرون وأنا قلت قبل كم سنة قلت لكم الغربية تدمرت هسه راح تجون على الجنوب وشوف السمات اللي والصناعة الدمرية يعني فالشغلات يا أخي اصحوا الخاطر الله ورسوله والله ترى ما عندنا غير بس الله وتكاتف اعتصموا بحب الله جميعا ولا تفرقوا وكونوا عباد الله اخوانا ترى ما حد ينفعكم بس دينكم ينفعكم والتكاتف الدين رحمه مو نقمه واسال الله ان شاء الله يا ربي يحفظ امه محمد. شكرا ابو حسن اشكرك انت معنا من بغداد. ابو حسين من الرمادي تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله حياك الله ابو حسين. استاذ محمد احييك واحيي الكادر الكامل. حياك الله اهلا وسهلا. احنا بالنسبه لنا ما عندنا حكومه وانما عصابه حاكمه البلد. من 2003 دمروا الشعب العراقي بالكامل يعني سنه وشيعه وكراد وكل اسباب الشعب العراقي. واحنا الشعب العراقي شعب عريق بلد عربي مسلم محمدي احنا جتنا هاي العجم والفرس ها هم من الشات ومن ايران او فعلوا ما فعلوا وكل طلاب الثار يا اخي دمرونا دمار. انت من جاي تفلشون ببيوت الناس العالم تدوري لها سكن تريد تستقر وتبعد هي وعوائلها انت بدي تجيب الشمر وتفلش البيوت على رؤوسهم ليش يعني هذا كل هذا انتم مخلصين ووطنيين لهذا الشعب يعني متجاوزين عمي انتم تجاوزتوا على اموال الشعب الدولة راحت الخزينة كلها باقوها ونهبوها وحنونا تقول الكعكة تقاسمناها بيناتنا يعني مو شيء مبين كل من جاي يخمط الحزبة وعافوا الشعب لا مدارس لا مستشفيات هاي الأمراض السرطانية من شان صدام حسين أكو هاي الأعمال والله إذا ما تجينا حكومة صدام حسين أو يجينا الجيش النظام أبو حسين الآن طبعا هناك مطالبات بلجنة الخدمات النيابية في بغداد تطالب بإيقاف هدم المنازل المتجاوزة لكن هذه مرحلة وقتية يعني هذه اللجنة تطالب بإيقاف الهدم الحكومة ما هو بدائلها؟ يعني هل تعتقد أن الحكومة الحالية عندها بدائل للناس؟ أين المشاريع طيب؟ لماذا لا نشاهد إعمار؟ طيب المدن المدمرة اللي هي انقصفت بالحرب أين هي هذه المدن؟ لماذا لم نشاهد بها إعمار؟ أستاذ محمد هاي كلها تخدير أصاب أما معمروا الموصل عمروا تكريس عمروا مديالة وهم جابوا الدواعش وهاي الميليشيات هم نفس الخط ماشيين عليه تدمير الشعب العراقي بالكامل يا أخي هم مسؤولين على تدمير البلد لو أكو قانون دولي وأكو محاكم دولية على جرائمهم هذول كلهم مجرمين حرب عمي دمروا الشعب العراقي يا أخي يا أستاذ محمد هذول كلهم مجرمين حرب هاي المفروض هسه عليهم محاكم جنايات دوليه عليهم هاي هذول الخطيه الابرياء هذول المساجين اللي اهل الصقلاويه اهل درف الصخر اهل ابو زيدل كلهم مغيبين وسجون سريه لو اكو قانون دولي هذول كلهم يتحاسبون عمي متامرين علينا انا ناشد الشعب العراقي بالكامل ان ينهضون نهضه رجل واحد مثل الشعب السوداني الشعب الجزائري الشعب المصري احنا مو دولة عربية احنا والعجم والفرد شنو احنا نسمع للدول العربية ما نسمع لإيران واتباع إيران. شكرا ابو حسين وضحت الفكرة شكرا جزيلا للمشاركة. اود مع حضراتكم الان مشاهدينا الكرام ان نستمع الى اراء الناس حول قضية ازالة منازلهم ايضا في محافظة القادسية. شوفونا حل احنا ما مكلمين بيها بس لكن شوفونا حل شوفونا بديل اعطونا مكانها قطعة أرض وين نروح وين نقعد
يوميا جاينا يوميا كذا. قبل يومين هالشكل اجانا قطاع الرابع البلديه جايبنا كتب متهمين. على شنو متهمين احنا؟ على شنو عراقيين مثلا متهمين؟ على شنو هو؟ شي ناس ابرياء مال بوق؟ ليش؟ مو قدمنا اضحيه، قدمنا شهداء، قدمنا كل شيء، قدمنا للوطن هذا. شنو الوطن قدمه لنا؟ شنو هو؟ والله رد نبني مدارس، رد نبني شو اسمه منتزات مطوبه، ملاعب. شنو هو قدمتوا لنا؟ شنو هو؟ اجونا بلغونا ورحنا للمركز ورادوا يحبسونا وطبونا للقاضي، والقاضي قال يا بشون انتم؟ قلنا له والله احنا متجاوزين ما عندنا حد. قال يعني شلون يعني شغلتكم؟ قلنا ما عندنا وين نروح، قاعدين نتجاوز. اجانا بالبلديه، مدير البلديه رادي واحد يستثمر هاي القاع، يابا هاي القاع قاعدين بها. ورحنا هدينا على التربيه وصارت هوسه وربدوا سكتوا. خذنا ست، قال ست شنو شايلكم؟ ما منها تجاره. اجى كتاب السردود احسن، وين نروح؟ وين نطجونا بعد؟ يعني احنا خلي سافرونا خارج العراق، خلصون عندنا. العراقيين كثير كاتل من الجوع والظلم، هسه شوف بغداد صار بي، احنا واحد عن بغداد خلي يشيلونا فردنا. عندنا 8 نفرات اصرف عليهم ولا اقدر عليه زين، هم لا شايلونه، وين نروح؟ وين نطول جهاتنا؟ اذا راتب هذا عندك هذا ابو حسين يعرفونه كلهم جماعه يعطينا، كل ما قلنا ما معكم مش وقت تعال خذوا من عندي بالدين على الراتب. الراتب جاي ابو سحب سلفة عود راد ياخذ له قطعه، طلع دين عليه دين هواي، طاهم وياه بقرات بس 180,000 لا ابو حسين لا ابو احمد يعطيهم وياه، ما يبقى لا ربع. انا ظل اشتغل قواط وذول جماعه كلهم يدرون بي مبطل صف الرابع بطل الدعاش اهلي جاي سوخل يعني خلي اهلي يقطعهم الجوع يا مدرسه يا ام. عندك هذول حتى ولد احمد من ضمن هذول الصغار من ضمنهم هم يطلعون وياي يوم يلاقيهم الصبح يطلعون وياهم للقواطي. كيف لك الله يشتغل لهم على باب الله كل اسبوع كل اسبوعين بعنا ب 10,000 15,000 مسواق لحد البارحه انا بايع بايع جبت لي مسواق لاهلي. استمعتم الى كلام هذا الطفل في الصميم، وقاسي جدا للاسف الشديد ان يكون هذا هو حال الطفوله والاطفال في العراق. على 11 نفر يعمل بسبب عدم قدره والده على اسعاف هذه العائله، وهو يعمل من اجل مسانده هذه العائله، لتزيد عليهم الحكومه همهم بمحاوله طردهم من المنازل التي بنوها لكي يعتاشوا فيها. ابو مصطفى من الموصل تفضل حياك الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. استاذ محمد استاذ العزيز حياك الله تفضل. السبب تحيا السبب الشعب العراقي، احنا كلنا مذنبين امام الله وامام بلدنا، يشكي همم الرجال مع الله. نعم. لانه احنا لو عندنا ذره وطنيه كل الشعب العراقي، انا اقول لك بدون استثناء انا اولهم اقول لك، لان التعميم مصطفى لو لا مصطفى. يعني حضرتك نعم. مو وطني؟ نعم. نعم، أنا دا أقول لك إحنا كنا مقصرين، حتى اللي عنده بصيص من الوطنية هم نامت في قلبه، لأنه شاف أربع أطرافه كلها خوانة عملاء، ما تقدر تتفوه بكلمة حق. اليوم الحق ضاع بالعراق، فإحنا اليوم ندفع ثمن خيانة بلدنا. هذا الواقع للأسف أنا أقوله مرارة، لكن اليوم من الذي خان العراق يا أبو مصطفى؟ العراقيين اللي خانوا بلدهم؟ خان العراق الاول اللي دب، انا وياك استاذ محمد، اللي دب اللي جاب الاساطيل واللي دفن خاصه العراق اللي هي ايران، الشياطين قبوا طهران. هذه احنا منتهين منها، لكن انا بنشوف عدوي زين. انت يا شعب العراقي ليش بتنحس فيما بينك؟ ليش تتفوه بكلمه حق؟ انت تروح سجن ويسووك ارهابي، وانت اصلا مالك شيء بالارهاب، ما لك شيء لا بدواعش ولا بالحزاب ولا اي شيء. No. لكن هي شنو الخيانه العظمى هي فيما بيننا؟ احنا اخذنا نصحي صحوتنا، واليوم خلص تاريخ للاسف اقولها، يعني ثوره ال 20 وبدات عام 2020 ما بس نصل، خلنا نقوم بثوره، اذا احنا صادقين وجادين مع الله، مع وطننا ومع امتنا العربيه ومع امتنا الاسلاميه، نقوم بثوره. ما لنا شغله بفلان وعلان، هذا كردي وهذا عربي الشيعي سني، اذا احنا جادين. لكن استاذ تعال شوف، يعني السيارة الخيانة صارت في عروق أكثر الشعب، تجي على أبسط دائرة هو خائن، ما يدي أمانته صحيح. من تقول له ليش؟ يقول لك روح أنت، صاير لي مواطن شريف براسي، عمي أنت جديها ما لك شغل من نظام الله، باقي تتحاسب أنت. هؤلاء طبعا دائما يكونون قلة دائما في المجتمعات، رحم الله والديك، هو هذا الواقع. فإحنا أهل الجنوب يعني للأسف إحنا هنه
احنا والله ما ما ما, ما نعرفهم ولا نقول هم اللي صار بينا. خلنا نكون واقعيين، من اللي دفع سووا مسلنا الدواعش وسواها ميليشيات؟ الميليشيات والمسؤولين يا ابو مصطفى، الميليشيات والمسؤولين هم الذين اطلقوا هذه الالقاب. رحم الله والدك استاذ محمد، انا اعتب على هن الجنوب، من هو جاي الميليشيات؟ هل هو ايران اللي قاتلنا هنا؟ لا، جاي ابن الجنوب بحجه يحرر الموصل. اي تحرير هو من تجي حقيقه الموصل؟ لو كان ابن الجنوب لما ضرب اهله في الغربيه، لو كان الذي خرج ابن الجنوب لما ضرب اهله في الغربيه. ابو مصطفى انا اشكرك، الوقت شارف على الانتهاء، اعتذر منك طبعا. نود ان نوضح نقطه هنا مشاهدينا الكرام، يحمل البعض احيانا يعني طريقه التعبير تكون احيانا بشكل غير صحيح، يعني قد يوجه بها كلام نوع ما به جرح او اساءه الى اخرين. انظروا الى الواقع في المحافظات الجنوبيه لمن لا يستطيع ايصال الفكره الصحيحه. انظروا الى ما يحدث الان في محافظات جنوب العراق، تابعوا كم يعاني اهالي الجنوب، كم يعانون من انعدام للخدمات ومن ارتفاع نسب الفقر والبطالة والأمية والجهل والتخلف، وتابعوا معي قضية البيوت المهدمة ومحاولة إزالة هذه المنازل التي تقاس على أنها تجاوزات في بلد الحكومة أصلا متجاوزة على المواطنين. تابعوا معي هذه الأمور، يصبح ما نشاهده الآن هو جزء من معاناة كبيرة يعيشها المواطن العراقي. أهالي الجنوب في معاناة لا تتجزأ ولا تختلف عن المعاناة التي يعيشها أهل المحافظات التي دمرت، سوى مع بعض التغييرات والاختلافات. الكل يعيش في معاناة، الذي يمتلك السلاح هي الميليشيات والأحزاب التي تسلطت بقوة سلاحها على رقاب الناس. لا نجمع الكلام ونعمم القضية حتى نشمل الناس أبرياء، يعني الأطفال اللي شاهدتموهم قبل قليل هم ليسوا خونة للوطن، ولا ذنب لهم أن يكونوا في بلد مدمر ولا وبه ميليشيات. هم ولدوا في هذا البلد، في بلد ملأته الأحزاب والمحاصصة والطائفية وسيطرت عليه، فلا نحمل الآخرين، نحن قد نشعر بغضب ونحمل الآخرين ذنب ما يحصل في العراق الآن. إن كانت هناك رغبة بالقيام بثورة هو حق مشروع للجميع، ولا أحد يستطيع أن يقف أمام هذا الحق الذي هو نص عليه الدستور الذي وضعه الاحتلال. مع هذا هو حق مشروع لكل إنسان أن يعبر عن رأيه وأن يخرج ليتظاهر. أبو مصطفى يحث الناس على الخروج بالتظاهر، يدعو الناس إلى القيام بثورة لأنها الخلاص الوحيد كما يرى. بهذا مشاهدينا الكرام وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا الأسبوع. أنا أشكركم شكرا جزيلا لطيب المتابعة، نلقاكم إن شاء الله في حلقات قادمة، إلى اللقاء.